السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يقول والله كتمت فوق وتهت في الجنجبيل، كتمت فوق وتهت في انفجار في قيادة الجنجبيل، يعني غالبيته بيتأكد إنه همتمات، يعني في صراع من يقود الدعم السري، يعني في صراع بين جنجبيل دارفور وجنجبيل بتاع كردفان، وعبد الرهيب أصبحت بقى ما مرقوب نهاية، وفي بعض الأحاديث بيقول إنه زول ده معتقل من قبل بعد دبي من دعم السري مكان مجهول، وإمارات قاعد تحاول تشوف مخرج دار تطلع عبد الرحيم من السودان. كده اسمه كلام ده بقول شنو تزيدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا والله بجد يعني في فجوة وفي حرب بين الجنجويد، بين الجنجويد بتاع دارفور والجنجويد بتاع كردوفان يا ناس، لأن بجد الموت بتاع دوغلو ده دخل فيها فجوة كبير. ولأخوه عبد الرحيم طبعا يعني بجد حتى بالنسبة للجنجبيل دارفور ديل كويس، لهؤلاء الرواد جمالة وبقارة ما مقتنعين به بالنسبة لأخوه عبد الرحيم ده واحد. يا ناس الناس ديل بوجهوا صلاع الليلة بيناتهم، في واحد بيقول له عثمان من الجنجبيل وفي واحد اسمه جمعة، ديل الدارية يسيروا بالنسبة للرئاسة بتاع الاسم شنيدي، بالنسبة للرئاسة بتاع الدعم السري. وهسه في الصراع بالمناسبة، في الصراع بين الجنجويد في نفسهم، بين البقارة والجمالة كويس، وبين الأرزقية التانين من الأنصر الزنجي، برضه في أرزقية هناك، لأن الجمعة ده واحد اسمه جمعة ده من المكونات بتاعت أمناء الزغاوة، واحد أرزقي لكن القبيلة يعني هو بجد بعيد من المعمع بتاع الاسم ده، من المعمع بتاع هؤلاء الانتيازيين ديل كويس، لان ده واحد برضو قاعد يتصارع معه، واحد من ابناء زهاء قاعد يتصارع معه، هو برضو ارزقي قاعد في الدعم السري. والتانيين ديل طبعا يعني زي ما قالوا الجنجبيل بتاع دارفور وبتاع كردوفان في الصراع بيناتهم تقيل يا ناس، تسوية الحسابات والخروج بالنسبة لعبد الرحيم ذاته، يعني الخروج قالوا دايرين خروج امن بالنسبة لعبد الرحيم. طبعا ديل الاماراتيين لان لقوا شغلهم ده ما في طريقة يا صاحبي، وبجد دارين يستفيدوا من الفلوس، دارين في كل العقوبات بالنسبة للفلوس، الحصار بالنسبة للفلوس، وان طبعا ديل على التصور بتاعهم، ها ديل طبعا على التصور بتاعهم يعني. وحس ذات عبد الرحيم لما سيموا النبا ده كونه عبد الرحيم غادر، الناس ديل طبعا يعني اعتقلوا عبد الرحيم، عبد الرحيم دقلوا معتقل من قبل الغادة الجنجويد يا ناس. عبد الرحيم دوغلو قلت له جنجبيل سيمو النبا بالنسبة لمغادرة عبد الرحيم دوغلو، وقام يتغلو فورا يعني يتغلو، واسا قاعد قلت له واسا قاعد اعتقال، انا عبد الرحيم دوغلو واسا قاعد في اعتقال، الجنجبيل قام يتغلو زول لانه ما مضطربين به بالنسبة لعبد الرحيم اصلا يعني. والجنجبيل دوغلو بجد حيموتوا بيناتهم متجرات، الجنجويد اخوانا بجد بقار والجمالة ديل هيموتوا متجرات، لان الصعبان ده بالنسبة للمنطقة بتاعت اسمه شنو دي، بالنسبة للمنطقة بتاع الشرق النيل ده خلاص هو احتكرة للاخرين ديل. صعبان اخوانا بتعرف قبل كده كان قاعد 4 سنة مع موسى هلال كان في سيهم فكهم، وبجد يعني هو خلاص احتكر للاخرين ديل، المنطقة بتاعت باري وكلام من ده خلاص هو استولى هناك، يعني ما في اي جنجبيل تاني تابع للدعامه، تابع للاسم لحمدان دوغلو لا في بيناك، لان ديلا خلاص كلها تابع لصاحبنا. وطبعا هنا باقي الجنجبيل بتاع دوغلو اللي قاعدين الصراع هنا في عبد الرحمن يا صاحبي، قلت لك عليه قاتلوا بيناتهم، وان شاء الله نتمنى يعني يموتوا بيناتهم، شفتها قلت له يموتوا متجرات لهؤلاء الجنجبيل الرواء كويس. من ما سمعوا الخبر بالنسبه لل اسمه بتاع عبد الرحيم ده، وقالوا يا اخوانا بجد لكن يكون في تبادل بالنسبه للضباط وكده، والمفتش الان بالنسبه للجيش السوداني لابد يكون في تبادل، لابد يكون في تبادل بالنسبه للاسرى وخروج امن لعبد الرحيم، لكن ما في اي خروج امن، عبد الرحيم ده هيموت هناك، لان الناس ذاته يتغلوا هم اللي قتلوا، هم اللي زادوا الببتلوم ديل يقتلوا عبد الرحيم، شفت اللي تغلوا ده من ما سموا النبا ده
قالوا ايوه انت ترى ستالين داير تطلع تخلينا هنا، ها قالوا ده ارب الوجود، الحرب ده قال ارب الوجود بالنسبه للعرب، ها بالله جوا النازل قال حرب ده ارب الوجود بالنسبه لهؤلاء الرواء. والرساله يا اخوانا خاصه بالنسبه لهؤلاء الرواء، ما يسمى ببقرنيس، ما يسمى بالشغل بتاعت نجر بتاعت اوروبا ده، لان الواحد يخش دار يدخل نفسه في النجاره عشان بس شنو يصنفروا عشان يبقى عربي. والعرب هناك يقول له عبيد، انت ليس عرب، انت زول السوداني يكون عربي كيف يعني؟ ها العرب يقول لك انت زول السوداني وتبقى عربي كيف؟ يا ابن اللذين. والمهم يا اخوانا ده الرساله، عبد الرحيم في اعتقال، عبد الرحيم في الفتيل يا صاحبي من قبل الجنجويد، عبد الرحيم في الفتيل من قبل الجنجويد.